ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم بفيديو جديد، والفيديو هو حماس يا جماعة. والله العظيم مش مصدق. ايه رأيكم الاول في الكلام الجامد ده؟ جبنا 10 كيلو بقى، فالمفروض اللي احنا نروق الدنيا ونتشعوز كده زي باقي الناس. فالمفروض اللي احنا من هنا كده بدأنا بقينا يوتيوبرز من العشرة كيلو. يا جماعة كنا ايه؟ بنبيع بطاطس. بطاطس. انا نتكلم خمسة جد. يلا بينا. بنشكر كل واحد اشترك في القناة وكل واحد دعمنا من بداية وقال لنا استمروا. خمسة جد خد. ايه؟ خمسة جد خد. لسه يا ابني لسه سيبنا نتكلم بجد. خلاص نشكر الناس. حابب اشكر كل الناس اللي دعمونا في الاول وعملوا لنا لايكات وقالوا لنا استمروا في اليوتيوب، والحمد لله احنا استمرينا في اليوتيوب ووصلنا لنجاح كبير جدا، هو 10,000 مشترك على القناه. بالنسبه لنا بصراحه يعني بالنسبه لناس ثانيه 10 كي ده قليل يا عم. الناس كلها بتجيب في الملايين وبال100 كي وبتاخد دروع يوتيوب، لكن ان شاء الله الخطه الجايه يا جماعه باذن الله هنحط هدف ال 100,000 مشترك، واحنا يعني ان شاء الله احنا قدها وانتوا كمان قدها اللي انتوا تقدروا توصلوا لنا. وبالمناسبه السعيده الجميله دي ان شاء الله يبقى في جيف اوي على 10 قنوات، يعني دعم 10 قنوات. تمام، على دعم قنوات ده اللي اقدر اقدمه لكم الصراحه. في كمان في تراك جديد ان شاء الله هينزل على القناه، وفي اخر الاغنيه دي هيبقى في فيديوهاتكم اللي انتوا بعتوها. وقلتوا هو الناس اللي بعت لنا الفيديوهات قلتوا الف مبروك، اللي هو فيديوهات التهنئه ان شاء الله هتنزل. في فكره في ناس كتير مش بعت ما بعتتش، في ناس بعتت وفي ناس كتير صح. اه عايزين يا جماعه ناس، يعني لحد دلوقتي احنا معانا 14 فيديو ولا 13، فحابين اللي احنا نزود الفيديوهات يبقى مثلا 20 على حسب، يعني عايزين بقى فيديوهات كتير عشان يعني ايه الفيديو يبقى طويل وان شاء الله يعني يعجبكم. يبقى فيديو للذكرى كده وحاجه ماشي بحالك. هقول ايه طبعا بالسيت اب اللي احنا عاملينه ده، حاسس ان انا في راديو وانس مستضيفني مثلا او انا مستضيف، وفاهم فاللي هو يعني مايك عامل شغل. مايك رود ابلع. ان شاء الله زي ما انتوا كنتوا عارفين اكيد، يعني من سنه كده او من اول ما فتحنا القناه انا كنت شغال على القناه بقدم قصص، محتوى قصص، كنت بكتب القصص دي وكنت بطلع اقولها وبتعب جدا في المونتاج، ولكن كان ساعات بيبقى في دعم وساعات الدعم بيبقى قليل على الموضوع ده. ولكن ان شاء الله من بعد ال 10 كي هبدا اهتم انا يا جدعان. ان شاء الله يخرب الدنيا حاجات حلوه كده، هيعمل ان شاء الله حاجات جميله جدا. انا عارف انس في المونتاج وبقصص بقى وبيجمع معلومات يعني حلوه جدا، فان شاء الله في السلسله بتاع قصص ومعلومات انس هيبدا يشتغل فيها، وانا هبدا اشتغل مثلا في ضحك للصبح، اشوف حاجات كده اتكلم عليها وان شاء الله نبقى نعمل فيديوهات كويسه. ولكن ما تنسوش تدعموني على قناتي الثانيه انس طارق اديكم الحلواني، قناه المزيكا، يعني محتاج دعمكم جدا، محتاج ال 10 كي، محتاج ال 10 كي يقفوا جنبي في قناتي الثانيه. يا جماعه ده بيشحت، ما حدش ليه دعوه بالكلام ده. فانا بقول لكل الناس اللي بتشوف الفيديو دلوقتي ما تنساش تعمل فيديو تهنئنا فيه على ال 10 كي، وهتحط في اخر الاغنيه الجايه على قناه اي بي فيديو. ولو انت مش مشترك في القناه دلوقتي انزل اشترك في القناه وشير الفيديو واعمل تعليقات تحت، وان شاء الله يا شباب هيبقى في فيديو دعم قنوات قريب، يعني نخلص بس من مونتاج الاغنيه والفيديو اللي يعني الاغنيه اللي هتكون موجوده هتبقى في فيديو كليب وهنحط فيها الفيديوهات بتاعتكم كلها. فلسه يعني الناس بقى اللي هتقول تحت في الكومنتات طب يا بلال امتى هتدعم دعم القنوات، هيبقى في فيديو مخصص هيبقى دعم القنوات، تمام، هيبقى اسمه كده ولسه بفكر له، يبقى بطريقه حلوه يعني تبقى الشروط سهله، ان انت بس هتشترك في كام قناه، تكون مثلا عامل لي فولو على الانستجرام، عامل لي انس مثلا فولو على الانستجرام بس، وهتبقى الشروط سهله يعني. طبعا الناس اللي بتقول ان مثلا لو حد جه قال ان انتوا ما بتتطوروش، او لو حد جه لاحظ في موضوع التطور، يعني احنا الحمد لله هو بنبدا نطور المايك، الصوت، ان الصوت يوصل لكم بجوده كويسه جدا، ومن ناحيه تطوير الكاميرا ان شاء الله هنبدا نطور لكم الموضوع ده قريب جدا ان شاء الله. يعني الكاميرا اللي احنا نجتهد، لا بس ده كده مظبط الاوضه على فكره، لازم يعني هو الكاميرا، انا بردك يا شباب عايز اظبط الاوضه كاللي هو يعني هنا نعمل حاجه، نرسم رسمه، نعمل ايه، محدش لاحظ الساعه دي، ما هو دي ساعه جديده المفروض دي يعني ايه
دي ساعة جديدة عندنا في الساعة الأولى. الساعة دي ما بتخلناش نصحى خالص. كل والله كل شوية بس على الساعة 11 ونص يعني. يعني نيجي نشوف الساعة، الساعة 7 لسه بدري. اللي هو يعني مش لسه فاهم. اليوم ما بدأش. بس بدأنا نظبط كام حاجة كده في الأوضة، ونبدأ نظبط إن شاء الله الفترة الجاية. وتركبوا المحتويات الجايه ان شاء الله تبقى حاجه. بس ان شاء الله يعني متحمس جدا، وانتوا والله العظيم بالتعليقات بتاعتكم بتحمسوني، بحبكم جدا والله، وانتظر ان شاء الله الكليب، الفيديو كليب الدمار. بس كده فيديو النهارده خلص، ما تنساش تحط لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، فعل زر الجرس عشان يظهر لك كل الفيديوهات الجايه الجديده. قبل ما ننهي الفيديو ما تنساش تبعت لنا فيديو وانت بتقول الف مبروك، الحاجه دي بتحمسنا، اللي في ناس بتتابعنا وفي ناس بتقول لنا كملوا، دي غير التعليقات اللي بتحمسنا طبعا. وبس كده عصابه ايه بفيديو بفيديو جانج، وسلام. عارف ساعات بنعمل ده، انا بص بحط الحاجات دي والله بحطها.